تحت عنوان استشراف المستقبل ودوره في التخطيط الاستراتيجي في الأجهزة الحكومية، اختتم الملتقى الثالث لقادة برامج ومكاتب تحقيق الرؤية بتنظيم معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة. شعار الملتقى في هذا العام هو استشراف المستقبل ودوره في التخطيط الاستراتيجي في الأجهزة الحكومية، لأن احنا عارفين مع جائحة كورونا والتغيرات المستقبلية العالمية لازم نعد أنفسنا ونمكن أنفسنا من استشراف هذا المستقبل بالأدوات العلمية. كان في الملتقى أوراق متعددة تناولت موضوع استشراف المستقبل من جوانب العملية. أنا مساهمتي كانت في موضوع كيفية بناء ثقافة استشراف المستقبل. 62 خريجاً في هذا الملتقى مثلوا أبرز القيادات في القطاعات الحكومية على مستوى المملكة، بجانب احتضانه العديد من الموضوعات الرئيسية أبرزها استغلال الفرص المستقبلية لتحقيق إنجازات وطنية للأجيال الحالية والمستقبلية. التخطيط الاستراتيجي في عالمنا اليوم بدون وجود أدوات رقمية تساعد على متابعة الأداء أصبح صعب جدا. اليوم في منصة أهداف نحن نتيح لك أتمتة متابعة التخطيط الاستراتيجي بشكل كامل، ابتداء من تعريف الأهداف، تعريف المؤشرات، ربطها بالمبادرات بشكل تفصيلي. نحن اليوم الحمد لله موجودين في ملتقى القيادات الحكومية، يسعدنا أنه نحن نشارك هذه المعرفة وهذه التفاصيل مع كل الزوار في هذا المعرض وفي هذا الملتقى المبارك إن شاء الله. استفدنا حقيقة من الملتقى يعني شيء يثلج الصدر، أنه موجود في المدينة المنورة وعندنا في المملكة العربية السعودية والمحاضرين من أبناء الوطن، وإن شاء الله الكل يفيد بما تلقى في هذا الملتقى إن شاء الله. تعمل مكاتب الرؤية بمنهجية واضحة وخلق شراكات نوعية محددة التوجهات والخطط الاستراتيجية لضمان تحقيق الأهداف وفق طموحات القيادة. فدوى مطبقاني، المدينة المنورة.